السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه اوتوديسك تاندم، ده تبع اوتوديسك ومهمته الفاسيليتي مانجمنت. طيب انا فتحت الموقع، واول ما فتحت دخلت على فايل وقلت له امبورت موديل، ورحت رافع الملف ده. تقدر تعمل امبورت موديل لاكثر من واحد، وتقدر ان انت تعمل ابديت للروم اساينمنت. هي الفكره في ايه في الفاسيليتي مانجمنت؟ ان انت عايز تعرف كل مكنه كهرباء او ميكانيكا موجودة فين، ومواعيد الصيانة بتاعتها، ومواعيد قطع الغيار والحاجات دي كلها. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اقفل جزء معين، وممكن تيجي تدوس هنا وتبدأ تشوف ايه الاجزاء اللي انت عايز ان انت فيها. ممكن تيجي هنا الفلتر، بحيث ان انت تقول له انا عايز الجراوند ليفل بس، فيخفي كله ما عدا الجراوند، الجريد، دور دور تبدا ان انت تركز عليه، والباقي يبقى هيدن شويه. او تقول له انا عايز بالسبيس، السبيس هنا يعني زي روم، فتقدر ان انت تطفي بعض الروم وتفتح بعض الروم. طيب الاسمبلي كود، ممكن تقول له شوف ايه الحاجات اللي واخده الاسمبلي كود دوت. الريف كاتيجوري، ممكن تقول له انا عايز اشوف الابواب، ركز لي على الابواب او ركز لي على الفلور، حسب الجزء اللي انت محتاجه. طيب الاسيت اللي موجوده هنا، تمام، ممكن تقول له ابلاي تمبليت، ويبقى فيه تمبليت جاهز هو ده اللي انت تشتغل عليه. غالبا بيبقى اقوى لما تكون انت مدخل ملف الكهروميكانيكال ده الام اي بي، ساعتها بيظهر اغلب الاسيت. هنا الفايل، هنا الدوكيومنتس، بيكون مثلا عندك ملف وورد او اي ملف اخر تقدر ان انت ترفعه من الديسك دوكيومنتس، تضيفه عندك بحيث ممكن يكون هيفيد في عملية الصيانة. السبيسز اللي موجودة هنا تقدر تتعلم على اي سبيس، ده مثلا في الابر روف، ده الباث روم، ده مثلا الستورج. وهنا يبدأ بقى يجيب لك المعلومات الخاصة بيه والاسمبلي كود والكلاسيفيكيشن التايب بتاعه، اليوزر لو انت عايز تضيف حد يبقى شغال معاك في الملف. وهنا الريبورت، التقارير اللي موجودة، عدد العناصر، مثلا العناصر المرتبطة بالأسد، آخر أبديت كان إمتى، وده الهيستوري بحيث تشوف إيه آخر التحديثات اللي حصلت. فهو موقع بسيط ومفهوش مشاكل إن شاء الله. هنا بقى لو أنت عايز تعمل مشروع جديد أو هكذا، هنا بقى المانج تقدر تتحكم في التقسيمات بتاعتك، زي مثلا ما سمينهم كلاسيفيكيشن، تقسيمات بتبقى على شكل الشجرة، مثلا 05000 ده مثلا الميتال، وتحتيه المينتنس اوف ميتال، وتحتيه المينتنس اوف ميتال جوينت وديك وهكذا. هنا البرامتر اللي انت تشغل بيهم، تقدر تضيف اي برامتر. عندك الفاسيلتي تمبليت، ممكن تعمل حاجات خاصة بتستخدمها بعد كده، التيم او الفريق بتاعك والشركة اللي موجوده.